بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا الموقر وزير شؤون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز رئيس مجلس إدارة شركة بابكو. الأخ المهندس فيصل المحروس الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين بابكو. الضيوف الكرام، الحفل الكريم، يسرني أن ألتقي بكم اليوم في هذه الاحتفالية الثقافية وأن أستهل الكلمة مرحبا بسعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط ورئيس الهيئة الوطنية والغاز ورئيس مجلس إدارة شركة بابكو. المهندس فيصل المحروس رئيس تنفيذي لشركة بابكو لدعمه البرنامج لبابكو. شاكرا للضيوف والحضور الكرام لتفضلهم بتشريفنا للحضور ومشاركتنا الاحتفال بهذا العمل الفني المبدع الذي يستعرض حقبة غالية في تاريخ بلادنا العزيزة. والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة الاحتفالية وفريق العمل الفني وطاقم الممثلين والمخرج والمؤلف وكل من ساهم في إخراج هذا العمل الفني. مع أطيب تمنيات بقضاء وقت ممتع مع فقرات الأوبريت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.